السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات درصاف السهلة والبسيطة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وكنتمنى وصفاتي تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نصايبو فلون بدون فلون. غادي نحتاجو في المكونات ديالو الكاكي، اللي بصراحة هذا هو الموسم ديالو، كيجي غزال بزاف، وكل ما كان طري او لا طايب كل ما كان كيجي زوين بزاف، يعني كيجي غزال غزال صراحة، أنا ما تقنعيش منه. غادي نبدأ على بركة الله في التحضير. بالنسبة للمكونات فرحنا غادي نحتاجو فقط غير جوج ديال الكاكي، غادي نحتاجو نصيطرو ديال الحليب، وغادي نحتاجو سكر على حسب الذوق. بالنسبة للسكر تقدروا تضيفوه وتقدروا ما تضيفوش، حتى راه كيجي حلو. ونخليكم على الطريقة. كتشوفوا راني ما ضفت لي حتى شي مكون اخر من غير هذوك المكونات اللي عطيتكم في الاول، يعني نصيطرو ديال الحليب، جوج ديال الكاكي، وسكر على حسب الذوق. بالنسبه وخلطته بطبيعه الحال. بالنسبه لهاد الكيسان هادو فانا عجبوني، جاني الشكل ديالهم صغور زوين. تقدروا نتوما ديروهم في اي كيسان بغيتو، اولا طويسات اولا زلايف، على حسب الطبق اللي بغيتو تزينوا به، اولا توضعوه في عجبكم الديكور ديالو اولا المنظر ديالو. غادي نوضع الخليط اولا الفلون في الكيسان، غادي نوضعه في الثلاجه فقط. انا غادي نوضعه دابا فقط نص ساعه، حيت كنا بصراحه شويه معطلين في هكا في الماكله،
غنوضعو فقط نص ساعه وغادي تشوفوا كيفاش غادي يصبح. بالنسبه الى بغيتو تقدروا تخليوه حتى لجوج ديال السوايع، راه ما كيخسر مع حتى شي حاجه، وبالعكس كيعقد مزيان وكيشد راسو كيجي غزال بزاف. وانتم غادي تشوفوا معايا راني غادي نقلب الكاس وما غاديش يطيح ليا هذاك الفلون. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، كنتمنى عاوتاني الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك وبلايكات وبالكومونتيرات ديالكم.